ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. انتوا عارفين من طرائف السفر ومن احلى الحاجات في السفر هي المواقف اللي انت بتمر بيها احيانا وبتفضل تفتكرها العمر كله، ناس بتقابلها او مواقف طريفه بتحصل في المطار، في البوردينج، في الطياره، في اماكن رحتوها، وحاجات كتير عمرها ما بتتنسي، وخاصه لو بتروحوها مع اصدقاء او مع حد من اهلكوا او مع جوزك او مع يعني حاجات بتخلي دايما في اوقات كده لما بتبقى عايز تفتكر حاجه تضحك عليها بتفتكر المواقف دي وحصل معاكم ايه. فاللي عنده الامكانيات ان هو يسافر رجاء خاصه الشباب ارجوكم العشرينات والثلاثينات لازم تحطوا هدف ان انتوا تسافروا، انكم تطلعوا من البابل اللي انتوا فيها، تشوفوا عالم تاني، تشموا هوا تاني، تشوفوا وشوش تانية، تشوفوا حاجه مختلفه. وفي دايما طيران اقتصادي، في فنادق اقتصاديه، في طرق مواصلات اقتصاديه، في جروبات على السوشيال ميديا ممكن تدخلوها وتسالوا عن البلد اللي انتوا حابين تسافروها وهيدوكوا ليدز وحاجات تساعدكم على انتوا تعملوا الحجوزات وتروحوا ضمن البادجت اللي انتوا عايزين تروحوا بيها. ولكن الفيديو بتاع النهارده هحكي لكم على موقف طريف جدا، هو مش طريف، هو طريف عجيب لا ينسى، في عيد ميلادي 30. شدوا الكرسي وتعالوا احكي لكم. في عيد ميلادي 30 جالي اخويا وقال لي يا دانا انا هاخدك وهنسافر على هونج كونج. ها؟ هونج كونج؟ ايه اللي انت عايز توديها لي في عيد ميلاد؟ انا مش عايزه اروح هونج كونج. وطبعا انتوا عارفين عيد ميلاد الثلاثين بالنسبه للمراه والاربعين والخمسين دول يعني دول يعني مهمين، اللي ما يعرفش دول مهمين. فقلت له يوم عيد ميلادي الثلاثين عايزني اروح على هونج كونج، ليه انا اروح هونج كونج؟ وهو كان له صديق مقرب جدا منه عايش هناك، وصديقه ده بسم الله ما شاء الله وبل املتكم املتنا واملت كل اللي بسمعنا من اغنى الاغنياء، يعني اهله بسم الله ما شاء الله تايكونز التايكونز. اوكي، المهم حجزنا الطياره وتوكلنا على الله، وانا فاكره كويس قوي الرحله دي، احنا طلعنا على سويس اير. وطبعا انا مسكت ريق اخويا طول الرحله، انت هتوديني هونج كونج؟ انا مش عايزه اروح هونج كونج. هونج كونج ايه؟ انا اصلا شخص لا اميل للبلاد الاسيويه، يعني انا اميل ليوروب اكتر حاجه، يوروب يعني. ماليش انا بقى في البلدان التانية دي اللي هي تايلاند وفيتنام والحاجات دي، برغم ان هي فظيعه على فكره وثقافتهم والتاريخ عندهم والحاجات هناك لا تفوت، لكن انا ماليش قوي في الجو ده، بالرغم ان انا يعني ناوي ان شاء الله نفسي اروح كوريا وجابان. بس المهم نرجع لموضوعنا. فالولد ده بسم الله ما شاء الله لانه امكانياته حلوه قوي، فهو كان عايش في منطقه حلوه جدا هناك ومسيطر على الوضع. وصلنا هونج كونج والواد مظبط لنا الدنيا، وجت ليله عيد ميلادي خدنا على مطعم يعتبر من اهم المطاعم اللي موجوده هناك، كان على روف توب كده، طبعا انا مش فاكره اسامي دلوقتي. وقال لنا احنا بعد ما هنطلع من هنا هنروح على شارع مشهور قوي هناك كله مطاعم وكلابز وحاجات زي كده عشان اوريه لكم، وفي مكان معين انا نفسي اخد يعني حابب ان انا اخدكم عليه وحاجز فيه هناك. ماشي يلا بينا. اتعشينا والمكان كان حلو قوي، وطلعنا على الديستريكت ده او الشارع ده اللي هو كله كافيهات وكلابس وحاجات زي كده، ودخلنا المكان اللي هو قال لنا عليه. المهم خلال الليله في لقطه من اللقطات اللي هو يعني في ثانيه من الثواني اخويا قال لي ده انا تفضلي واقفه مكانك هنا لو سمحتي ما تتحركيش، احنا رايحين الحمام ورايح اجيب لنا حاجه نشربها وارجع. قلت لهم اوكي، لا طبعا مش هتحرك من مكاني، مش هتحرك من مكاني خالص. وانا واقفه يا ساده الاقي لكم حد بيخبط على كتفي، فانا بندار كده عليه، فلقيت لكم راجل بسم الله ما شاء الله ولكنه اسمر، يعني اللي هم البلاك حاجه كده زي الموديل، حاجه خارقه الجمال يعني، والطول وحجمه كده وبتاع. فبيقول لي هاي بيوتيفول. قلت له انا بيوتيفول اوكي هاي. فبيقول لي انت جايه تعملي ايه هنا؟ قلت له اتس ماي بيرثدي، جايه مع اخويا وصاحبه عايش هنا وبنحتفل بعيد ميلادي. قلت له وانت حضرتك جاي تعمل ايه هنا؟ قال لي احنا، هو الاكسنت بتاعته كانت امريكان، قال لي احنا جايين نصور فيلم امريكي. قلت له ايوه، وامي الكوين بتاعه لندن. فوقعد يضحك، قال لي لا بجد احنا جايين نصور فيلم امريكي. قلت له اه لا ما انا مصدقك طبعا، اكيد مصدقاك. قمت انا جه اخويا وجه صاحبه وتعرفوا على بعض وقعدنا اتكلمنا ومش عارفه ايه وبتاع، وتصورنا وصور وكده، وخلاص الليله خلصت ورحله هونج كونج كانت زي الفل واتبسطنا. ومن البلدان اللي انا اي هايلي ريكومند، يعني انا بجد انصحكم ان انتوا تروحوها. بعدين رجعت دبي. هنا بقى جايه اللقطه، هنا اللقطه جايه. استنى مستعجلين ليه؟ انا جايه لكم.
قاعدة أنا في البيت وانتوا خلاص عرفتوا ان انا شخص مهووس بالافلام، بتفرج يا سيدي على الافلام. ده الكلام ده عدى تقريبا سنتين من يوم الرحله بتاعه هونج كونج دي، فبتفرج على الافلام واسمه ايه ده، فببص كده اقول يا رب الوش ده انا شفته قبل كده. انا لا مش عارف اللي هو مش انت بتتفرج على الممثل، لا انا شفته، انا اعرفك، انا اعرفك يا اخ انت. وانا شخص على فكره ما بنساش الوشوش، يعني ممكن اشوفك بعد 20 سنه 30 سنه هفتكر انا شفتك فين وقلنا ايه وقفنا فين، لكن الاسماء ما فيش. من هنا لهنا لهنا فاخدت بالي من حاجه، انه احداث الفيلم فين بقى؟ في هونج كونج. الفيلم احداثه في هونج كونج. ايه ده، معقول يكون الواد اللي قال لي احنا بنصور فيلم وطلع ما يطلعش كذاب نهار اسود؟ فقمت وقعدت طبعا طبعا اياميها احنا كنا لما بنصور بالكاميرا مش بالتليفونات، وبنفضي الصور كلها على اللابتوب. فرحت بقى اتفرجت، انا طبعا كنت بسمي الفولدرز مثلا رحله هونج كونج، رحله كذا، مش عارفه ايه بتاع. فبصيت كده على الصور، واذ يا ساده كانوا بيصوروا فيلم. مين البطل؟ من هو البطل اللي انا اتصورت معاه؟ كابتشن امريكا. مين اللقطه دي كان ممكن تغير لي حياتي؟ يعني لو كنت، بس طبعا اياميها انا ما كنتش في الميديا، لو كنت قلت له انا ممثله في يعني ام اول تالنتس انت كان ممكن تاخدني. فالمهم ان هو طلع كابتن امريكا، والصوره هنزلها لكم في اخر الفيديو ده عشان تصدقوني ما تقوليش ان انا بفشر. لكن دي من الحاجات اللي طبعا انا عمري في حياتي ما هنساها، والرحله اللي انا كنت رافضه ان انا اروحها خلتني قابلت حد من ممثلين ومشاهير هوليوود، بغض النظر عن اعتقاداته اللي كلنا عارفينها دلوقتي، ولكن في ذاك الان كانت الموضوع مختلف. ايوه سافروا يا عيال سافروا. وطبعا انا ايه بحبكم.